وش هي خطتك المستقبلية يا عامر؟ أكون أسرة وأصير عنصر فعال في المجتمع ويشار إلي بالبنان وأكون أو لا أكون. ما شاء الله ما شاء الله، حدثني عن طموحاتك. عندي أولويات يا عم، أهلي وزوجتي وأهل زوجتي، سعادتي من سعادتهم لأنهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. هذه بنتي الغالية روضة، وهذا عامر. عاد أنا استأذنكم أجيكم بعد شوي. أنت روضة؟ إيه؟ مع أنه المفروض بالجامعة. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، وش ذا الزين وش ذا الجمال ما شاء الله، الله لا يضرس. يا رجال خليك ثقيل، رفق رفق، ترى البنات ما يحبون الرجال الخفيف. هل تفضلين الزوج التاجر أم الفقير؟ أفضل التاجر، فكره وثقافته وتعامله. طيب وش دور الزوج والزوجة بالبيت؟ الزوج هو رأس العائلة، والزوجة الرقبة اللي تحرك الرأس. أبلش، جواب ذكي وغامض وخطير، وأنا ما أحب البنت المغرورة والذكية والغامضة. وش تقصد؟ أقصد أن المقابلة انتهت والشوف الشرعية تمت، وبتجيك النتيجة من أمي. صدقت عمتي حصة يوم قالت شايفة نفسها وثقيلة ومغرورة. بس والله زينة، الجمال مو كل شيء يا عامر، خليك ثقيل زي ما قالت عمتك حصة. السلام عليكم. مع السلامة. انت شايف نفسك وش عليه؟ ليش ما تبيها؟ مغرورة وشايفة نفسها. اها مغرورة وشايفة نفسها، هالكلام هذا انا قلته لامك، بس امك الله يهديها راسها يابس ما تسمع الكلام. اقول اترك الموضوع علي وزهلها بس. معصي، ما بيك تتدخلين بيني وبين ولدي. عاد انا قايل لكم هذه شروطي، اذا ما توفرت ما راح اعرس. من زينك عاد شروطي وشروطي، ومن اللي بيقبل بك انت وشروطك ذي؟ خل واحدة تقبل بك اول. لا يا شيخة، الحين مو بتبوني اتزوج واستر على نفسي؟ خلاص جيبوها على هواي. انت مو قلت تبي واحدة جميلة ومثقفة؟ هذه البنت جميلة ومثقفة. لكن هذه ما طلعت مثقفة، طلعت فيلسوفة وذكية. وانت يا لكمخة تبي واحدة غبية؟ عندما يجتمع الجمال والخيال وكيد النساء في امرأة، تأكد انك في مأزق. مأزق؟ مأزق؟ والله اللي بتاخذك هي اللي في مأزق. بعدين هالجملة ذي من وين سارقها انت؟ من المكتبة. قصدي الزوجة الذكية يا عمة تورط زوجها. اي هذا اذا كان ذكاء الرجل الله بالخير. عارف قصدك يا عمة وبمشيها، بس ابيك تدورين لي على زوجة ثانية.